حلقتنا بتكفي وحلقتنا هلأ بتروح على عالم الكلاسيكية مع جاكوار اي تايب إلكتريك، سيارة رائعة الجمال ربحت كل شيء في أوردز هي الاي تايب، وهون في عنا إديشن كهربائية أكيد انسبايرد من السيارة العريقة والقديمة ولكن كلها مجددة وكلها كهربائية، ونساقت بأحد الأعراس الفخمة جدا واللي انحضرت على كل التلفزيونات مؤخرا وصارت ببريطانيا. أكيد عرفت عن أي عرس عم بحكي، تعالوا نتعرف على السيارة المميزة جدا والحلوة كتير والغالية كتير. جاكوار اي تايب انطلقت لأول مرة بالأسواق سنة 1961، وبعدها السيارة الرياضية المكشوفة محط إعجاب وتقدير كتير كبير على مستوى التصميم يلي زادت جاذبيته مع مرور الوقت. واليوم قررت جاكوار إضافة صفة ناجحة جديدة لمزايا اي تايب من خلال تقديمها بنسخة كهربائية الدفع، يعني صديقة للبيئة وما بتسبب أي تلوث للجو، تحمل اسم زيرو والمقصود صفر انبعاثات مضرة. بالشكل التصميم العام موافق كتير لطراز اي تايب الاصلي، ومن الممكن بسهوله ملاحظه المقدمه الطويله والمقصوره المثبته بوضعيه خلفيه، علما انها مخصصه للسايق ولراكب واحد الى جنبه. والخطوط الانسيابية تمتد من أقصى الواجهة الأمامية لأقصى الصندوق الخلفي مع بروز البامبرز والخطوط المصنوعة من الكروم بهدف إضافة لمسة جمالية على الطابع الرياضي. وبالنسبة للإضاءة فهي حافظت على شكلها الكلاسيكي خاصة بالجهة الأمامية. وبالانتقال لداخل المقصورة، المكونات المشتركة بين اي تايب السابقة والجديدة تشمل المقاعد المكسوة بالجلد والسقف المتحرك المصنوع من الجلد كمان، والمقود الكلاسيكي بأطرافه الخشبية، والشبه الكبير بالشكل الأصلي بيشمل المراية الوسطية وعلبة التحميل الأمامية وبعض العدادات وغيرها من المكونات. ولكن جرى إدخال تعديلات واضحة على لوحة القيادة خاصة بالنسبة للكونسول الوسطي اللي صار يستفيد من شاشة عرض مركزية مكان مجموعة من العدادات الدائرية الصغيرة سابقاً، والتغيير طال مسكة تبديل السرعات لجهة استخدام مفتاح تحكم إلكتروني بيسمح باختيار وضعية القيادة، خاصة أنه عم نحكي عن سيارة أوتوماتيكية ومش يدوية مثل السابق. ولكن إذا E-Type Zero كانت وفية لجاكوار E-Type الأصلية لأقصى الدرجات على مستوى الشكل العام من الخارج وإلى حد ما من الداخل، فالاختلاف كتير كبير على مستوى المضمون، لأنه الفئة زيرو الجديدة استغنت عن المحرك يلي كان معتمد بالستينات ويلي كان يتكون من 6 سلندرز لصالح محرك كهربائي بيرمز للتطور المحقق بعالم صناعة السيارات على مستوى أنظمة الدفع. ومع هالمحرك الكهربائي يلي بيتغذى من بطارية ليثيوم آيون، من الممكن التسارع بجاكوار اي تايب زيرو من 0 لسرعة 100 كيلومتر بالساعة خلال 5.5 ثواني بس، يعني قدرات تسارع النسخة الكهربائية أنشط مقارنة بقدرات الطراز الأصلي من اي تايب. والبطارية اللي بتبلغ طاقتها 40 كيلوات بالساعة بتكفي لعبور مسافة ما بتقل عن 270 كيلومتر قبل الاضطرار لإعادة التعبئة، علما انه عملية اعادة الشحن تستغرق 7 ساعات في حال استخدام مخرج كهربائي منزلي عادي. ومن الضروري الاشارة انه جاكوار اي تايب زيرو الجديدة نالت اوسع تغطية اعلامية وتابعها على الشاشات حوالي 1 مليار شخص بالعالم، كون استخدمت جزئيا ضمن فعاليات العرس الملكي يلي جمع بين الامير هاري والممثلة الامريكية ماغان ماركل لتضيف المزيد من التألق على هالحدث المترف، وتحديدا انتقال العروسين من قصر وينسر لحفل الاستقبال يلي اقامه امير ويلز على شرفهم بفروغمور هاوس. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.